المشكل ديال المبوتياج اللي كاين دابا حاليا هو بان الرومبا صغيره ومزيره ومنها كاينه السكه ديال الترام ما كيمكنش ليه الكل شي غادي يهزها كيولي مزير الوقت وكتكون الدروه ديال الموظفين وديال الناس اللي كتخرج من الخدمه كتكون مزيره هذا هو الاشكال اللي كاين في واقع هنايا في باب شاله وكنهضروا نقلبوا زعما على ناس مسؤوله اللي تشوف من هذا النظر هذا يشوفوا شنو يديروا شي حل سي سوطيره اخر بحال باب الحد ولا بحال باب الديوانه يصاوبوا هذه القضيه هذه تولي زوينه تعاون باش يوليو الناس اللي بغادي للسلام يمشيو بوحدهم واللي في الرباط هنا راه كيبقاو بوحديتهم المشكل هنا ديال لومبوتياج دائما الدنيا عامره ومشكل الباساج دي بيتون ما كاينش ناس منين يدوزوا ودائما مشكل عرفتي واللي حضر دائما الحوادث كيوقعوا الحوادث وهاد النقطه راه سوداء انا كنشوفها نقطه سوداء هنا انا دائما كندوز مع الطريق وكنعرفها مزيان مشكل عويص خص تلقى لي شي حل نهائي سواء لي باساج ديال لي بيتون سواء شي حل نهائي دابا الناس كيجيو مع التراموي مع لي بيتون مع السويقه هنا مع الاسواق اللي كاينين هنا كاين مشكل هنا عويص دابا خاي دابا راه مازال الحال دابا يلاه الحداش خاصك تشوف الوقيته ديال الربعه كيولي لومبوتياج بزاف وكانت عندنا الرومبا في باب الملاح حيدوها لينا المهم هاد الطريقه هادي ولا عليها الدرك ما حيتنا للترام ما حيتنا للطوبيس للطاكسي المهم الطريق هذه ولا عليها الدرك بزاف وكنتسناو يديروا لنا شي سوتيره بحال اللي داروا في الدخله ديال ديال باب الديوانه ونتمناو الخير من المسؤولين كيبان لي يمكن هنا اما خاص رون بوان ولا سوتيرا كنظن بان خاص يكون سوتيرا ولا رون بوان هو اللي يحل هذا المشكل هذا لان الرباط صراحه داروا مرافق اللي مزيانين ولكن باقيين شي نقاط سوداء سير شوف لي زور دي بوينت كيكون اكتضاد و وكيديروا مشاكل في الطريق بحال اللي كنشوفوا دابا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس